حدثنا أكثر حول الاستعدادات والحملة. نعم محمد، مساء الخير. نعم تحياتي لكم زملائي في الاستوديو. نعم. نحن في مدينة أكرا اليوم. مديرية بلدية المدينة تقوم بزراعة أشجار التزيين، قرابة 2000 شجرة تزيين ستكون يعني في هذا اليوم واتباعا في الأيام القليلة القادمة لتزيين مدينة أكرا. الآن سينضم معي ضيفي الأستاذ بلنت رضا، مدير بلدية مدينة أكرا. بداية أرحب بك في شاشة زاغروس. لو نتحدث عن هذه الحملة وأهمية حملة زراعة أشجار التزيين في مدينة أكرا. شكرا لك وشكرا لقناة زاغروس العربية. نحن كبلدية أكرا لدينا مشتلنا الخاص، إنتاجنا سنويا حوالي أكثر من 40,000 شجرة. هذه السنة قمنا بحملات متعددة وزرعنا أكثر من 2000 شجرة وتوزعنا حوالي أكثر من 300 شجرة على الدوائر الحكومية بدون مقابل، وبعنا أكثر من 1700 شجرة إلى المواطنين ولكن بأرخص بأسعار رخيصة تقريبا اسعار رمزيه. فمن جانب الاخر لدينا شعبه الغابات هم تقوم بحملات متعدده، وهي هم قامت هذه السنه بزراعه اكثر من 3000 اشجار في داخل مدينه العقرة. فالهدف منها تنظيف البيئه وتزيين مدينه العقرة. نعم اشكرك جزيل الشكر استاذ بلنت رضا. نعم زملائي، دائما مدن اقليم كردستان تهتم في هذا الجانب، في جانب تزيين المدينة بالأشجار وبالزراعة وأيضا بزراعة الورود، وهذا ما تتميز به مدن إقليم كردستان عن باقي مدن العراق. فهذا جل ما موجود عن حملة زراعة أشجار التزيين في مدينة أكرا.